مطعم هذا الأسبوع مثل ما عود لكن كل جمعة. المطعم هذا متكرر بالصراحة خاطري وايد في الشكشوكة مالتهم. الشكشوكة والتركيش بريكفاست وايد في خاطري، فخليني أراويكم إياها مرة ثانية. هذا هو المكان، موقعه موجود في سيتي وورك. سيتي وورك الجديد، التوسع الجديد اللي فيه. هذا هو المكان، وأدري صورت لكم إياه قبل، لكن نرجع نصور مرة ثانية المطعم صراحة، لأن البريكفاست مالهم وايد حلو. يعني قبل كنت أي غدا وعشاء، لكن الحين أحب الريوق مثل. فأراويكم المكان من الداخل. هني هذا الموقع الخاص في البيتهم، يعني تقدرون تشوفونهم وهم قاعدين يسوون الكيكات. حتى من برا تقدرون تشوفونهم كيف وهم يسوون المعجنات والكيكات. هاي قسم المعجنات عندهم. موجود في سيتي ووك. سيتي ووك الجديد، توسعة جديدة. موجود في سيتي ووك توسعة جديدة. غالبا في المكان تحسون ان انتو تي كانكم في البيت، يعني تصميم المكان كانك تي يعني هومي، تحسون تي بالراحة يوم تكون فيه. طبعا الباريستا مالهم ولا غلطة، فايكم من وايد. انا ما اكلتها الصراحه، لان انا ما احب هالنوع من الكيكات اللي احبهم، لكن وايد ناس يتكلموا عن هالنيكد فيكتوريا كيك مالهم. واغلب الحلويات، يعني في وايد من الحلويات خصوصا القوم نيكد فيكتوريا وغيرها من وصفات راعية المطعم، يعني لان اصلا صاحبة المطعم هي شيف. يعني هاي بعض المعلومات اللي الناس ما يعرفونها، ان صاحبة المطعم هي اصلا شيف اماراتية. لما يكون راعي المطعم شف، يأكدون الأكل ماله بيكون غلطة. شو ها أهم شيء عندي، التشيز كيك زعفران. أقولكم عادي أكل منه أربعة، والله عادي أكل من هذا أربعة مثل ما أنا أحبه. هذا المهم. الباريستا يسوي اختراعات. المهم هذا المطعم اراويكم، لان المطعم سوى التصميم انه يكون مثل البيت، فحتى في شيء بتشوفونه هنا بتحصلونه عن الباب، كأنكم فعلا داخلين البيت. هل قاعدة ما شاء الله المكان وايد حلو، حلو وكبير. المهم هذا المكان، والأكل بحطه على سناب، بحطه على انستغرام عقب ما أخلص. يلا أشوفكم على خير.